وقد خرجت التوصيات التالية: أولاً، التوصية بأن يكون الانتقال طوعياً إلى سجل المحامين الغير مزاولين، وتفويض المجلس بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسباً وفقاً للمصلحة العامة ووفقاً لحراك النقابة. اثنين، فتح باب قبول تقديم الطلبات من هذه اللحظة وحتى تاريخ 31/8/2022. ثلاثة، رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي. أربعة، رفع وطيلة ورتيرة الفعاليات بشكل دائم ومستمر، وبذلك تكون أعمال المؤتمر قد انتهت. وشكرا لكم جميعا. أكدت الهيئة العامة مع المجلس في الاجتماع الذي عقد في هذا اليوم تصعيد الفعاليات النقابية، وأيضا أكدت على الخطوة الاحتجاجية التي أعلنت عنها النقابة من السابق بخصوص نقل المحامين إلى سجل المحامين غير المزاولين الطوعي، وحددت موعد لبدء استقبال هذه الطلبات منذ الأول من آب في هذا الشهر، وترك الأمر لاتخاذ الخطوة سواء من حيث الزمان لمجلس النقابة لتقدير مدى فاعلية وإنتاجية هذه الخطوة التصعيدية. أيضا أكدت الهيئة العامة بإجماع جميع الحضور بأن لزوم أن يكون هناك تصاعد في مطالب النقابة المحامين بخصوص مطالبها المشروعة لوقف وإلغاء تلك التعديلات. خطوة احتجاجية ستنعكس على المواطن الفلسطيني، وذلك عن طريق شل المحاكم الفلسطينية وعدم القدرة على السير قدما في المسيرة القضائية، ولن تكون هناك عدالة ناجزة في ظل تلك المعيقات التشريعية التي أوجدها القرار بقانون. أولا، نحن قدمنا هذا الطلب للانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين امتثالا لقرار الهيئة العامة لنقابة المحامين، وهذه هي خطوة تصعيدية من أجل المطالبة بصوت عالي ومرتفع، وأن يستمع أصحاب القرار في هذا البلد أن المحامين مستمرين في خطواتهم، وأخذوا قرار اليوم بتصعيد هذه الخطوات لوقف القرارات بقانون، إلغاء هذه القرارات بقانون التعسفية التي تمس بحقوق الإنسان. يعني أعتقد هذا تخبط من قبل رئيس مجلس قضاء الأعلى غير الدستوري، والذي عين بطريقة غير قانونية وغير دستورية، والرد جاء من خلال اليوم الهيئة العامة التي حضرت بالمئات من أجل أن تقول أن التصعيد قادم من أجل وقف هذه القرارات بقانون.